السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنتم تشوفوا القناة لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش كل فيديو جديد نحطه تشوفوه. وصفتنا نهار اليوم الفيديو تاع اليوم راح نصور لكم غدايا اللي هنا راح نستعمل مكرونة تاع بابيون ولا يقولوا لها فراشات بالألوان، نصف الزر تاع الدجاج مقطع، نصف حبة تاع بصل، زوج فصوص ثوم ربيتهم، نصف ملعقة طماطم صبرة. نبدأ بتحضير الوصفة. راح نحط هذه المكرونة تفور، جست ما تفور الفورة الأولى نهبطها في الماء يكون غالي، ندير لها الملح والفلفل الأسود وملعقة تاع زيت نخليها تطيب. كم ملاحظة، هذه النوع من البابيون راه ما يحكمش يحكم يطيب بزاف، راهي مباشرة يدخلها الطياب، يعني نخليها نصف طياب باش بعد نكملوها في لاصوص. لتحضير لاصوص نحط زوج ملاعق زيت، نضيف عليهم البصل، الثوم ما نحطوش دركة، وكمية صدر الدجاج. لهنا صدر الدجاج ما تقيدوش بالوصفة اللي أنا مديتها نصف صدر الدجاج. كي تشوفوا الدجاج وصل للمرحلة هذه نضيفوا كمية الثوم، كمية الطماطم المصبرة، فلفل أسود، ملح، نحرك باش تتقلى مليح هذيك الطماطم المصبرة، كمية من الكركم، الكركم مفيد للصحة، أنا توجور ندخله في الوصفات اللي نديرها، كمية من الفلفل الحلو ولا الحار حسب الرغبة، وكمية صغيرة من التاب. لهنا توجور ما نكثروش التفاحات خاطرش الكمية تاع لاصوص نسحق كمية قليلة، ونخليها تتقلى. كنصيحة للمبتدئات، راهي أي ماكلة ديروها لازم تقلوها مليح وتكون على نار هادية، متحكموش تقوو النار، متكثروش لي زيبيس، وقلوا مليح البرمة تاعكم ولا أي ماكلة راح ديروها باش تجيكم بنينة. ونخليها تتقلى، كي تقلى يشرب التتبيلة. دركا نضيفو، ضروري انو نضيفو الماء يكون غالي من قبل، ما نضيفوش ماء يكون بارد ويصمت لكم الماكله، ضروري انو نخلوه يغلي باش نمرقو، ما تمرقوش بزاف. هذه لمسه اختياريه تاع الحار، اللي يحب الحار يدير الحار، وريقه رمت. دركا نغطاها ونخلي الدجاج يطيب على نار متوسطه. راح نرفق الطبق تاعي بالسلطه، المكونات اللي نحتاجوها كروم، نصف حبة تاع بسباس، حبة تاع جزر، حبة طماطم، وزيتون أخضر أسود. نحط المكونات على جنب، نجيب إناء ونجيب العرق. هذه السلطة هي صحية، راح نبداو نربيو في هذه العرق الصغيرة. هذه فكرة مليحة للولاد، خاصة أنه ما يكلوناش الكروم، كي تربوه كي من هكذا ما هم راح يفيقوا بيه ويتناولوه عادي، البيكة كي تذوقوها ما تحسوش انه فيها الكرم. شوفوا كي تربوه يعود رقيق وما يبانش. نزيد نفس الطريقة البسبيس، شوفوا حتى البسبيس ها هو كيف يخرج لكم مربي عادي وما يبانش للولاد. هذه فكرة للولاد اللي ما يتناولوش الخضرة. نزيدوا الجزر، كل شيء تربوه في العرق الصغيرة. نخلط كل المكونات، الكرم والبسباس والجزر، شوفوا الالوان تاعها. نمر لتحضير لاصوص. في الريسيبيون هذه حطيت زوج ملاعق تاع زيت زيتون مع ملعقه خل، قصيت نصف حبه طماطم الى شرائح، ملحت، درت الزيتون الاسود والزيتون الاخضر. اللي ما تحبش زيت زيتون تقدر تستعمل الزيت العادي، بصح كي تكون صحيه تستخدموا زيت زيتون احسن. انا توجور السلطه نخدمها بزيت زيتون، ما نقدرش نتناولها بالزيت العادي، لهنا كل واحده والذوق تاعها، لازم نضرب هكذا مليح. درك الخطوه الثانيه نضيفوا هذاك لاصوص اللي درناه ونخلط المكونات مليح. هذه السلطه باش تجيكم مليحه لازم عليها تترقى تقعد على الاقل 10 دقائق باش هذيك الجزر والكروم يتشرب البنه وتجيكم بنينه. درك نخليها تترقى في غرضها ونوريها لكم في صحن التقديم. لاصوص طاب. درك واش راح ندير، راح نحي كميه من صدر الدجاج باش نخليها للديكور، نخلي غير كميه قليله في المقله، نضيفوا عليها المكرونه اللي طابت وخليناها نص طياب ما نخلوهاش تطيب مليح. درك نبدا في التحريك تاعها، شوفوا الالوان تاعها هايله، ونبدا نجمر فيها باش تتشرب هذيك الصلصه وتجيكم بنينه، ما تديلكمش خلاص الوقت حتى المكونات تاعها اقتصاديه. نخليها على نار هاديه حتى تتشرب هذيك الصلصه وتجيكم هايله.
غدايا وجدت هذا هو الشكل النهائي. كلمسة أخيرة حطيت هذاك الدجاج وربيت شوية فرماج شوية مع النوس. وهذه السلطة الصحية اللي قلت لكم عليها، إن شاء الله تعجبكم الوصفة تاعنا اليوم، وتجربوهم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتير. نتلاقيو في الفيديو القادم إن شاء الله.